السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحة؟ من انت؟ كلشي مزيان؟ انا عارفة راسي غبرت عليكم واحد الغبرة غبرت هاد الشهر عالمية. المهم انا مقداش ندوي دابا بزاف حيت مريضة و منفوخ ليا هنا ودني. المهم حتى من بعد نشرح لكم شنو عندي. انا دابا يلا جيت للطبيبة عاوتاني ندير كونترول. دجا كنت عندها السيمانه اللي فاتت، عطاتني واحد الدوايات نتبعها من مده سيمانه باش تذوب لي واحد الوسيسه، ولكن بالي ما دابتش، رجعت نفخات بزاف كضرني. كنقدرش ندور راسي على اليمين، تقدر ندورها هنا حتى هي كاينه هنا في عنقي. دابا نشرح لكم لي ديتاي ملي نخرج من عندها ان شاء الله. او في جوع، الله يزرح. جات معايا المساند ديالي كوتر لي ديما جا من جارها. صافي دابا كنتسناو نوبتنا الطبيبة. صراحة مكاين حد، كاينين حنايا تسناو الممرضة تدخل عندها تقولها كنزة الغماري جات. نضحك معكم زعما انا جيت. يلا دعيو معايا وكنتمناو يكون خير ان شاء الله. توحشتكم والله، هي توحشتكم شحال هادي اختي ما هزيت الكاميرا ودويت معاكم، ولكن بصراحه كانوا بزاف الاسباب اللي خلاوني نختفي هاد الفتره، والحمد لله على كل حال. والبارح توفى الاب ديال ميزه صديقة ديالي، الله يرحمه ويوسع عليه في النهار. عرفتو بارح تصدمت قسما بالله فاش شفت الخبر، تصدمت و بحال قلتي داكشي بدا كيرجع من جديد. غتكونوا فهمتوني، يعني هذاك الاحساس عاود رجع من جديد فاش ماتت ماما، وحسيت بميزة ديال بصح. لان صراحة راه ما سهلاش انك تفقدي الوالدين ديالك، سواء الام ديالك ولا الاب ديالك، ف محتاج دعواتكم دابا بزاف بزاف. كنتمنى انكم تدعوا معاه، الله يرحمه، الله يثبتو عند السؤال ويغفر ليه ويصبر عائلته عليه. مشيت شفت خالتي حتى هي، راه مشيت عندهم البارح عزيتهم زعما مسكينه. الله يكون معاها، والله هادشي اللي نقول الله يكون معاها. ومريم قالت لي خالتي راه غتجي البارح في الليل، ديك الساعه شدت الطياره تما جايه، غتكون دابا وصلات حيت قالت لي خالتي غتوصل في الليل. ونورمالمون كان خاصني نمشي عندهم اليوم باش نشوف مريم، خاصني نحاول ضروري نمشي. اختي عاود جاني الحريق هنايا في راسي وهنايا في عنقي، كنتمنى ان شاء الله يفوتني الحال باش في العشيه نمشي. نحاول ان شاء الله، ضروري خصني نشوف مريم حيت البارح فاش مشيت شفت غير خالتي حتى هي كانت باقي يلاه جايه في الطياره. فنتمنى نولي حسن اليوم ان شاء الله ونقدر نمشي نعزيها حتى هي باذن الله. اليوم اختي غادي ناكلوا الكساكيس، وجات عندنا خالتي، جات من الخدمه جاتني شان عندنا تاكل معانا هاد القصريه ديال الكسكسو. عرفتوا تبارك الله كتبان قصريه فعلا تاركه. مرحبا بك خالتي، الدار دارك ما تحشميش. عارفه واحد انا واحد الاخت هنا سميتها كوثر، فراسكم كلنا كلنا مرض دار، بنا البرد دار، انا ودنينا يدينا كل شيء معطوب. البنات يلا لقيتونا تغدينا واحد الغديوه ما شهيتكم فيها. المهم هذا راه نهار اخر، غتشوفوني كندوي مزيان الحمد لله. بديت كنتحسن، بديت كنحس براسي، وليت حسن بزاف من الاول الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدوايات والدكتوره اللي تبعت معايا ودعواتكم، الله يجازيكم بالخير. شكرا لاي واحد دا معايا. دابا لقيتوني الله خرجت انا وطاطا، سلام. يا غادي نمشيو ان شاء الله عند صاحبة ماما، من اعز صديقات ماما
ولدها البارح دار اكسيدا، تضرب في الحاجب ديالو، الحمد لله ربي حفظه، ولكن راه خيط شي 16 غرزه قالت لي، وصافي ضروري ما خصنا نمشيو نشوفوهم ان شاء الله. دابا يلا لقيتوني خرجت شاده الطريق، وهادشي اللي كاين وانتم معايا ان شاء الله. الله يتوحشكم، غادي توحشنا بلوغي ليكم، اشحال بيني وبين الكاميرا والناس التليفون هكا نصور ليكم. ولكن الصراحه غير المرضى اللي دارتها، ما عرفتش واش مناعتي ضعيفه ولا شنو، حيت فعلا وليت هاد اليومات على سباك انا مريضه، راه من العيد الكبير وانا مريضه، تصوروا معايا هذاك الشيء علاش انا غابره عليكم. من العيد الكبير راه كنسالي من مرضى كنمرض مرضى اخرى، دوزت الحلاقم خرج ليا الحبوب في وجهي، ما عرفتش شي حساسيه، المهم الحبوب اللي خرج كان ماشي طبيعي، وهادشي ما شاركتوش معاكم حيت فريمون مرضت نفسيا، فهمتوا؟ كنقول لكم وجهي كله ولا فيه واحد الحبوب ما يمكنش ما تشوفيش فيا، وبقيت متبعه واحد التريتمون لمده ديال سيمانه. الحمد لله انتم كيف ما كتشوفوا وجهي ما بقات فيه حتى حاجه، وهي اللي دايره واحد لي لونتي كيخلعوا. سكتوا، انا نوصل ونوريهم لكم بلا ما تضحكوا عليا، حتى يلاه كومونديتهم، ودابا انا كومونديت لا ريفيرونس كتبان لي زوينه في لا لا اونفاس شنو ماشي اونفاس اونفاس. المهم قلت لكم كتب لي لا ريفيرونس زوينه، ولكن فاش درتهم بلي داك الشيء يبرقع، داك الشيء يشقشق. خلات خالتي عزيزه يا كطاطا شقشق ويلي كيشقشق بزاف صاحبتي، هذا راه في الليله يبانوا فوق العينين قسما بالله. المهم خديتهم ب 250 لا ريفيرونس واقيلا ماجيك اش مات ماجيك شي حاجه. دابا نقول لكم وانا غنجربهم حتى في الليل غنشوفهم كيفاش غيبانوا، ونقول لكم الزوينين ولا ما زوينينش، حتى انا بالي داك الشيء مشعشع دابا ما عجبونيش، ولكن بغيتش ندم راسي عاد ما ديش الفلوس وخسرت عليهم الفلوس، وبغيت اختي نبقى نأنب في ضميري. وكوثر كتبقى تقول لي كنزه شي شي شريتي، واخا عليك كوثر كوثر سلام. اجي لينا واحد البوليسي دابا يدير لينا واحد المخالفه، يقول لي حطي واحد 400 درهم. يلا تحيه الشرطه، السلام عليكم. ناري البنات غنعاود لكم كل خرافه، عرفتي غتضحكوا عليا مزيان، عرفتي باش شعل الضوء الاحمر الضوء الاخضر داري كل القلقم بغاش نخلص عداش فلوس اختي اختكم فقيره. المهم قلت لكم مشعل الضوء الاخضر ناري اجدد لي الخلعه طاطا. المهم نخاف من الحشم يا اختي، ديجا قلت لكم البوليسي اونفاس. دابا انا قلت لكم البوليسي كاين اونفاس معايا، فاش على الضوء الخضر تميت غاده، وراه ما يمكنش ثم ما يمكنش يقشعني البوليسي زعما بديك المسافه ديال البعد اللي كانت بيناتنا، زعما ما غيقشعني زعما كتشاد التليفون، انا اصلا كديره بحال هكا. ايوا صافي اختي اش كنقول لك، هذا كيبان ليا البوليسي كيدير ليا هكا وقفي اختي، ما عرفت باش تبليت بليت كنقول ناي ناي ناي، جميع الدعوات دعيتهم في خاطري ديك الساعه. بصافي هي تقول لي كوثر، قالت لي طاطا زيد راه ما كيدويش عليك، كيدوي على الطوموبيل اللي وراك. دابا هو وقف قدام طوموبيلتي وكيدير هكا وقف، وهو راه كيقول للسيد اللي ورايا يوقف، وانا كيسحب ليا انا وقفت، حيت انا ما غيوقفني بوليسي غنوقف انا، ما عرفت فين غاده، انا بقيت انا وياه وغاده غنبلاصي هنا. ايوا صافي اختي حفظني الله، شدتني واحد الخلعه البنات ما بقيتش نعاود، تفسروا بعدو مني باغي تخرجوا عليا. انا وصلت يلا نبلاصي الطوموبيل وانا معاكم ان شاء الله. حنا وصلنا عند طاطا كبيدات. المهم انا يلا لقيتوني جيت، راه مشيت عند خالتي شفت ولدها كيبقى الحمد لله، راه ولا شويه حفظ الله والله العظيم. زعما عندكم وليداتكم ردوا لهم البال، خصوصا الوليدات اللي عندهم ماطر بحال انا خويا توا راه كيطير من المقله. يلا باع الموتور توا هاد السيمانه وكيقول باغي يشري موتور اخر، حنا مكرهناش زعما ما يشريش موتور ويبقى يهز زي الطوموبيل معانا، ولكن راسو قاصح فما ديما ندير ليه. ان شاء الله ربي يحفظه، اهم حاجه نبقى ديما نوصيه باش انه ما يمشيش بالزربه، واخا هو راسو قاصح ولكن فريمون هادشي ديال المطر راه خطر قسما بالله. شحال من واحد مات، شحال من واحد مسكين طرا ليه شي مشكل في الدات ديالو،
بزاف ديال الحوايج كيطراو بهاد الماطه لا اله الا الله محمد رسول الله. داك الشيء علاش الانسان يعود يرد البال، سواء عندك موطور ولا ما عندكش ردي البال، سواء بنت ولا ولد. ما انا ما عزيش عليا صراحه نركب في المطر، يعني قليل فين كان ركب في شي موطور، غير لما مثلا ما كانت عندي الطوموبيل ووصلني خويا فيت في ولا شي حاجه بحال هكا، سينو انا ما تنحملهمش وما كنبغيش نركب فيهم. دابا لقيتوني جيت المحل ديال ولاد خالتي عزيزه كوين بالاس، جيت المحل الاول عندهم هذا المحل ديال كوين بالاس، وكاين الفرع الثاني الله حلوه في اناسي. انا غادي نوريكم المحل اللي كاين هنايا في التشارك، وعاد من تمايا ان شاء الله غادي نمشيو للمحل الجديد اللي حلو في اناسي. ضروري انني نوريه لكم لانهم جايبين لكم واحد العروض ولا اروع، وغادي يكونوا المده اللي محدوده بزاف. هذاك الشيء علاش بغيت تستغلوا الفرصه وتجيو تستغلوا هذا العرض اللي كاين وتاخذوا بارخص ثمن. ضروري انا كنبغي نجيب لكم غير الهوتات باش تاخذوا داك الشيء باثمنه جد مناسب. المهم بنات نوريكم المحل بعدا فين كاين. ها انتم كاينه هنايا واحد المدرسه سميتها بستان الملائكه، راه اونفاس معاها ستاسيون طرام التشارك، هذه المحطه سميتها التشارك. كتدوروا بحال هكا كتلقاو اونفاس معاكم المحل اللي سميتو كوين بالاس. اي فوالا هذا هو المحل. بصراحه راهم دايرين لكم اثمنه جد جد مناسبه، ودايرين لكم عروض خطيره مناسبه الدخول المدرسي، يعني اللي عندها شي بنيه غتكسيها تجي مرحبا بها، غتكسيها باقل ثمن وبجوده عاليه. المهم بنات نبدا معاكم باول عرض اللي دايرينه على السبرديلات. الصراحه عندهم سبرديلات واعرين الالوان والاشكال والجوده خطيره. بالنسبه للاثمنه نورمالمون الا خديتي وحده كتاخديها ب 149 درهم، ولكن الا خديتي جوج كتبقى لك فقط ب 199 درهم. يعني الا كنتي باغا تاخدي غير وحده تقدري تتفقي انت وصاحبتك وتجيو وتاخدوا جوج غير ب 199 درهم. وحده كتنسيك في الاخرى وكيجيو غزالين في اللبسه. شوفوا هذه كي دايره كتحمق. بالنسبه للطاي كاينين من 37 ل 40، بحالي انا اللي كنلبس 41 هزني الماء. هاي اختي بقى في راسي اخويا، ما نديرش لك اشهار، ما جايبش لي 41 ديال الكشار. انتم البنات كاينين هاد لي شوميز اللي كيقدروا يتلبسوا دي شوميز و او ميم طون كسيوات، على حسب الا كنتي محجبه راه غادي تلبسي معاها سروال راه كيجيو طوال في اللبسه، وإلا كنتي بحال كوثر متبرجه غتلبسها بحال هكا راه فيهم لي كولور هادو فقط ب 99 درهم. غنوريكم لي كولور اللي كاينين فيهم الاشكال والالوان، وكيجيو غزالين في اللبسه وحتى التوب ديالهم غزال. انا نقرب لكم الكاميرا، ها انتم شوفوا التوب كي داير. كاين هاد لا كولور عاوتاني في النوار، كاين هاد البيستاش. وبالنسبه لهاد لي طالون البنات الثمن ديالهم فقط 149 درهم. هادو هما لي كولور اللي كاينين فيه. وبالنسبه لي طاي كاينين من 37 ل 40. كاينين هاد لي زونسومبل بصراحه غزالين، وتا لي كولور اللي فيهم زوينين ديال هاد الوقيته، الثمن ديالهم فقط 150 درهم. انتم شوفوا كوثر لبست ليكم اونسومبل باش تشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه، فريمون كيجي زوين ومستور حتى بالنسبه للمحجبات. وانتم البنات كاينين هاد الكسيوات فريمون عجبوني كيجيو زوينين في اللبسه. الا كان عندكم شي انيفيرسير راه فيهم واحد الفتيحه هنايا من الجنب، ولكن هادو الضعافات ماشي ليا انايا، ولكن الصراحه فنين في اللبسه وفيهم ثلاثه ديال لي كولور، كاين هاد الغوج وكاين هاد البيج وهاد النواغ اللي لا يعلى عليه. انا من عشاق النواغ صراحه كيحمقني هاد اللون وكيجي فخامه في اللبسه. التوب ديالهم زوين وما كيعرقش. وبالنسبه للثمن حتى هما عليهم عرض وكيبقاو لكم فقط 149 درهم. ويا اختي ديما فاش كنجي عند كوين بالاس كتقول لي كنزارش ما كتصوريش لينا السراور، حيت اغلب كنصور لكم غير لي زونسومبل والكساوي. فاليوم مناسبه الدخول المدرسي ضروري كنحتاجو السراويل وكنبغيو بحال هادشي، فكالضروري خصني نصورهم لكم، خصوصا انهم دايرين لكم عليهم عرض ومخلينهم لكم فقط ب 129 درهم. اول موديل غنوريكم هو هذا ساموراي، كيجي زوين في اللبسه كيجي عريض من التحت. كاين هذا الموديل الثاني بوي فريند بصراحه حتى هو زوين، وغنوريكم التوب عن قريب. التوب ديالهم كاليتي ديالو غزاله. كاين حتى هذا الموديل ساموراي
شوفوا كيفاش كيجي. انا كنقرب لكم كاميرا باش كاع لي ديتاي يبانوا لكم. وهذا بوي فريند شوفوا. وكاين هاد سليم اللي الصراحه هو اللي كيناسبني انا، ما تبارك الله ضعيفه بزاف. انا هادو هما اغلب السراول اللي كنلبس، وديما كناخذهم من عند كوين بالاس. فريمون كيتيراو بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا العرض، والثمن ديالو فقط 99 درهم. بالنسبه لهاد السراول الاخرين هادو كيف قلت لكم في الاول 129 درهم. شوفوا هاد الموديل حتى هو زوين. المهم البنات انا اليوم غادي نبرعكم في الاثمنه، غادي نجيب لكم غير الهوتات. حيدي عليا السراول، بركة علينا من السراول، اجي شوفوا دي موديل اخرين و دي زارتيكل اخرين. وبما انه ما بقى لينا والو، نودعوا الصيف ونرحبوا بالشتاء، كوين بالاس جابت لكم هاد الهميزه بثمن جد جد مناسب. انا بصراحه اليوم صدموني بالاثمنه، راه فعلا تهلاو فيكم اقسم بالله. زعما اللي ما بغاش هادو كيديروا فقط 99 درهم البنات، تصوروا معايا هادو غير 99. اما هادو انا غنصدمكم حيت صراحه ملي قال لي الثمن والله تصدمت. هاد البوت الثمن ديالو فقط 50 درهم. يلا شكون بحالك، لا غلاء لا مسكين، 50 درهم اختي. البنات انا باقا ما ساليتش معاكم اليوم، العروض ما كيساليوش لانه فعلا عندنا العيد حنايا مع كوين بالاس اليوم. جينا دابا للفرع الثاني، قولوا لهم مبروك من هذا المنبر لانهم يلا حلوا المحل الثاني ديالهم، كاين في اناسي اون فاس مع ستاسيون ترام سيدي مومن، النهايه اخر محطه ديال الترام كاينه هنايا، راه اون فاس مع المحل. انا غادي نخرج برا باش نوريكم المحل فين جا بالضبط. ها انتم شوفوا المحطه ديال الترام، هي هذه محطه الترام سيدي مومن النهايه، كاين هنايا اون فاس معها المحل سميتو كوين بالاس، الفرع الثاني ديالهم. بالنسبه لهاد المحطه ديال الترام راه كاينه في اناسي، غير المحطه اللي سميتها سيدي مومن النهايه، لكن هي راه كاينه في اناسي، راه ما كاينش اللي ما كيعرفش هاد المحطه، راها معروفه. زيدوا دابا غادي ندخلكم معايا المحل ونوريكم لي زارتيكل اللي عندهم. كاينين هاد لي زونسومبل غير ب 150 درهم، فيهم ثلاثه ديال كولور، كاين هاد الاورانج وكاين هاد البلو سيال. حتى بالنسبه للثوب زوين، ماشي داك الثوب اللي كيعرق. ها هو الصفر ديالو، بصراحه انا هاد اللون حمقني. وها هما السبرديلات، هادو هما اللي كنت وريتكم قبيله، غير هنايا مستفين كيبانو مقادين. بالنسبه لهادو بحال كيف قلت لكم جوج كتاخديهم فقط ب 199 درهم، ويلا بغيتي تاخدي غير سبرديله وحده كتاخديها ب 149 درهم. كاينين هاد السيكان، ها نتوما شوفوا اللوان اللي فيهم فنين ديال هاد الصيف. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم فقط 99 درهم. اللون نزيدكم ماشي غير هادو، كاينين حتى هادو شوفوا فنين، واحد كينسيك في الاخر. هانتوما هادشي كامل فقط ب 99 درهم، الا هاد الجوج يديروا 150 درهم. بالنسبه لهاد لي صندال دايرين فيهم سولد، هادو انا اللي عجبوني، هادو ملي خارجين على مود دابا، كاين فيهم البلون، كاين هاد الماغون كلير، كاين هاد النوار وكاين هاد البينك، الثمن ديالهم فقط 149 درهم. حتى هادو ها همايا فقط 149. انا البنات اي حاجه كنصورها لكم كنبغي نشارك معكم الثمن باش تكون عندكم درايه قبل. ها نتوما البنات شوفوا هاد لونسومبل جاكوكي غزال، هو راه صراحه ماشي اونسومبل، غير خدات هاد الكروب توب ونسقاته مع هاد بونطالون كلاسيك، وجاو زوينين في اللبسه. بالنسبه لهاد لي بونطالون كلاسيك راه فيهم بزاف ديال لي كولور، كاين هاد الكري، كاين هاد الباج، كاين هاد الماغون كلير، كاين هاد الغاز الصراحه كيجي زوين في اللبسه، وكاين وبلاتي كتصفقوا ويك ويك انا باغي نغوت. كاين هاد البلوغوا وكاين هاد النوار، هاد البيض خطير، وكاين هاد الخضر، والله ما غنقطع شي حاجه في المونتاج. خليكم اختي تشوفوا معنا كل شيء، الدنيا هاديه. الثمن ديالهم فقط 99 درهم، هاد لي كروب توب الثمن ديالهم غير 49 درهم. كاينين حتى هاد الكسيوات بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم يلبسوا شي حاجه عريضه ولا المحجبات. اللي عجبني فيهم ان التوب ديالهم مبرد وما كيعرقش، كيجيو واسعين في اللبسه، فيهم اربعه ديال لي كولور، كاين هاد الاورانج، كاين هاد البوردو،
وكاين هاد الصفر كاينين حتى هاد لي زونصامبل الثمن ديالهم فقط 199 درهم فيهم ثلاثه ديال لي كولور كاين هاد البلو سيال وكاين هذا اللون ديالو في داخل فيه البوردو وكاين هاد لا كولور اللي فيه الاورانج كيجيو زوينين ومستورين في اللبسه. بنات شوفوا لي هاد الكسوه شحال غزاله، انا بصراحه حمقاتني كتجي غزاله في اللبسه وفيها بزاف ديال لي كولور. هانتوما كاين فيها هاد النوار كاين هاد البيج كاين هاد الخضيدر كيجي موجاني اختي في اللبسه، انا كيحمقني هاد اللون. وكاين هاد لا كولور حتى هوايا بالنسبه للثمن ديالهم فقط 199 درهم. المهم بنات انا حاولت انني نصور لكم كل شيء وقصدا صورت لكم المحل الاول والثاني، اقسم بالله ماشي مجرد زعما اشهار ولا شي حاجه اللي مخلصه عليها ولا شي حاجه هكا، ولكن كيقول لي ولكن اقسم بالله خالتي عزيزه عزيزه عليا وولادها على راسي وعيني، حنايا بحال خوت هنايا وبالعكس كيستاهلوا انه نوريكم هادشي باش نتوما تستافدوا وفي نفس الوقت احنا عشره قديمه، احنا ما بيناتنا لا يوتيوب لا حتى حاجه، انا كنعرفهم من شحال هادي وبغيت انني نشارك معكم هذاك الشيء اللي عندهم لانه دائما كنمشي عندهم وكنصور لكم مثلا غير شي حاجه خديتها، خديت شي صنداله ولا شي سروال، فكتقولي لي كنزه علاش ما كتصوريش لينا زعما لي ديتاي كاملين اللي كاينين في المحل، بغيتو تعرفوا داك الشيء اللي كاين. فاليوم قلت غندير هذا الفيديو خصوصا باش انني نصور لكم كاع داك الشيء اللي جايبين لانه عارفه دابا الدخول مدرسي بزاف ديال الناس كيبغيو يكسيو وليداتهم كيبغيو هما براسهم يتكساو. انا راه خليت لكم لادريس ديال المحل الاول والثاني وصورته لكم باش تبقاو عاقلين عليه، وفي نفس الوقت غادي نخلي لكم المعلومات ديال كوين بالاس هنايا سواء الانستغرام الاول ديالهم او الانستغرام ديال الصفحه الثانيه اللي كاينه هنايا في اناسي، وكذلك الارقام ديال التليفون ديالهم فين تقدروا تواصلوا معهم، راه اي نمره من هذول غنحط غتصوني فيها او تواصلوا معهم عبر هاد لي باج ديالهم في انستغرام غادي يجاوبوكم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين كنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي، باي باي.